مش ما قادر يشكل حكومه. الرئيس الحريري تم تعطيل حكومته لمده 9 اشهر، اخر شيء اعتذر وفتح مجال للرئيس نجيب ميقاتي في حال شكلت حكومه. اذا تشكلت فيكون الرئيس الحريري مشكورا، عمل انجاز بانه وصلت وتشكلت الحكومه. اذا ما تشكلت، اجماع القاسم المشترك بين مصطفى اديب والرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي بيطلع معك المعطل واحد، هو ميشيل عون. عرفتي؟ انا برايي يعني البيان واضح كان من الرئيس الحريري للقصر الجمهوري، عم بيقول له ارحل يا فخامه الرئيس. اللي بحق له رئيس الحريري قال له فخامه الرئيس، طبعا بحق له. وانا برايي اذا لم يرحل فخامه الرئيس ميشيل عون، لا استبعد ان يكون تيار المستقبل على طريق بعبده نحو اسقاط ميشيل عون. ما بستبعد. لحظة ما بستبعد إذا لم يرحل. يعني أنا برأيي أنا سبق لن يرحل. وبالمقابلات بالمقابلات لن يرحل. سمر، سبق بالمقابلات معك قلت لك المعركة المقبلة هي إقالة وإسقاط ميشيل عون. خلص. بس أنت بتعرف هذا العهد، هذا العهد والجميع يعرف إنه ما في إمكانية في لبنان، ما فيك تطلع تقول ليش إسقاط ما في إمكانية؟ الرئيس. ليش مين هو؟ لأنه يعني الرئيس لا يسقط، هو رئيس يسقط؟ البلاد، هو فخامة رئيس لا الجمهورية. يسقط لكن بالقانون لا يسقط رئيس الجمهورية. يسقط الشعب اللبناني، لكن يسقط الشعب اللبناني. رئيس الجمهورية ما يسقط، عنده كهرباء وعنده مازوت وعنده حرس وأمن وعنده جبران بيروح بيجي لعنده وعنده مستشارين، حياته كلها تمام. بنستحلي أنه يمرق بالسيارة يكزر يشوف شو الوضع، هذا ما بيسقط. أما الشعب اللبناني يموت. الشعب اللبناني يموت، هو بيعمل مجلس دفاع أعلى، توصلوا رسالة بالنترات بقول لك كنت أعلم وما بيتحاسب. يعني الزلمة رواق، ما حدا بده يحاسبه. شو قصة أنك لا أنا عم بقول لك أنا بالنسبة للمستقبل يكون إذا لم يرحل ميشيل عون، لا استبعد انه ياخذ تيار المستقبل خطوه باسقاط ميشيل عون بالتوجه الى قصر بعبده. يعني ما بعرف، كل الامور مفتوحه يعني بالنسبه للرئيس الحريري. بس انا برايي انه يرجعوا ايضا للبيان اللي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين ومن ضمنهم طبعا الرئيس الحريري، اللي وضع انه كل تصعيد عم بيقوم فيه هو تحت سقف تشكيل الحكومه. شكل حكومه وخلي البلد يمشي على خير، لأنه إذا ما تشكلت الحكومة الوضع رايح على مطرح. طيب بس إنه اليوم لما